اهلا بكم، مع مهند من حمودة للسيارات 050-516-3525. اليوم هوري لكم سياره لسه واصله عندنا حالا، اسمها جروف موديل 22 من شيفروليه من حمودة للسيارات. يلا بينا. زي ما انتم شايفين السياره الجروف هي ديزاين ما شاء الله رائع وشبابي وعصري جدا. جروف طبعا هي شباب كتير عارفينها، هي سياره فانكي طبعا بتناسب اعمار ما بين مثلا 25 ل 35، شباب بنات زي ما انتم عايزين. سياره تستخدم داخل المدينه، هتكون ممتازه جدا في استهلاك البترول. حجمها يعني تحت الاس يو في العادي. خلينا نشوف المواصفات. الاضاءه هنا واضح ان هي ال اي دي، كشافات الضبابيه، كروم على الشبك، شعار شيفروليه العريق اللون الذهبي. طبعا هنا كمان رنجات اياس 16 الومنيوم بلونين، وفي مولدنج من الكروم على الابواب. نطلع نشوف الفئه اللي قدامنا دي، اسمها بريمير اوبشن، زي ما انتم شايفين عليها الاشارات. المرايات دي طبعا ضم او بتقفل مع فتح وقفل السياره بالريموت، وفي هنا دخول ذكي على الابواب، الشدات اللي على السقف. احلى حاجه فيها الديزاين الخلفي، اضاءه ال اي دي رابط او ملفوف على جسم السياره. شايفين بريمير اوبشن، كاميرا خلفيه، المساحه الخلفيه، السبويلر او الجناح المدمج في جسم السياره، كروم طبعا على الشبابيك. تعالوا نشوف استهلاك البترول. احنا شايفين ما شاء الله رائع، 1.5 4 سلندر، جير تبع سي في تي، بتطلع 110 حصان. ندخل نشوف. هنا في جلد على المسند اليد، فول اوتوماتيك، المقابض من التيتانيوم، في خط احمر ظاهر عندنا هنا، تيتانيوم كمان على ابواب او فتحات المكيف. ده جلد. الستيرنج تبعنا كمان عليه الخط الاحمر، جلد على الستيرنج، كروز كنترول، بلوتوث، اكيد ابل كار بلاي واندرويد اوتو. السيت تبع السائق اوتوماتيك. هنا ده قماش من الووتر بروف شبه الستان، ديزاين عصري وروش. العداد شاشة ديجيتال، شكلها كمان أنيق وعصري. شاشة 8 إنش، فتحات المكيف تحتها، وفي ديزاين على التابلو. نشوف من الخلف ونرجع نبص بصة كمان عليها من قدام. السيارة واضح إن فيها 6 سماعات. جلد كمان. ده شكل السيت الخلفي، هو مفتوح. خلينا نقفله عشان نشوف حل السيت. طيب تمام، ده شكلها من الخلف. نفتح الدبة. حجمها مناسب جدا طبعا، زي ما انتم شفتوا السيت بينزل، يدينا مساحه اكبر في الدبه الخلفيه. دي ستاره تنزل على الفول اوبشن البريمير عشان تغطي الامتعه. طبعا ممكن تتشال خالص لو حبيت تستخدمها. ادخل من ورا. ده شكل السياره بتاعتنا اهو. اوكي، اهم حاجه سياره من الفئه دي بالحجم ده وفيها بانوراميك سان روف، ودي حاجه مش موجوده اكيد عند المنافسين. خلينا ندخل شويه نشوف.
اوكي. ممتاز. الازرار هنا طبعا تحكم في الابواب، الاشارات الاربعه، الهازارد، بيانو بلاك، الجير تبعها سي في تي، وفيها الايكو مود وفيها السبورت مود، المكيف اوتوماتيك كمان، وعندنا هنا البوش ستارت. الشاشه دي بتبين لنا طبعا ضغط الاطارات، المايلج، الدبه لو مفتوحه، فتح البانوراما. سيارة دمها خفيف وشكلها لذيذ. تعالوا جربوها، اتصلوا بس على مهند 050-516-3525 من الحمودة للسيارات. السيارة بينزل منها فئتين، الفئة الثانية، الفئة الأولى طبعا عندنا هنا اسمها بريمير، ودي الفئة الثانية بتاعتنا اسمها LT. حتى الفئة الثانية فيها الكاميرا والحساسات الخلفية والرنجات نفس القياس 16، بس لونهم مختلف، الشدات اللي على السقف، المرايات اللي عليها الإشارات، كروم كمان على الشبك. كروم عند الأبواب. هنا لون الجلد مختلف اللي على الأبواب، لون المقابض مش كروم، مش لامع، تتنين من اللون المطفي. فتحات المكيف، هنا الجلد لونه رمادي، هناك كان اسود بديزاين عليه خط احمر. ده شكل السيت طبعا بدون فتحه. واحنا كده عندنا الشاشه والكاميرا والحساسات الخلفيه ومثبت السرعه حتى في الفئه اللي هي ال تي، والابل كار بلاي والاندرويد اوتو. هنا طبعا التشغيل اكيد هيكون بالمفتاح، بس المكيف كمان لسه اوتوماتيك. سيارة شكلها عصر جدا وجروفي زي اسمها، وفي انتظاركم، اهلا بكم.